عايز اربط حضرتك مع الرؤيه التنميه الزراعيه. تمام. اهلا وسهلا بحضراتكم. احداث النهار المشهد بتاع العتبه هو يعني الى حد ما مسيطر لانه لسه احداثه مستمره. اخر الانباء قلنا 77 مصاب، قلنا حوالي 41 خرج منهم، الباقيين نقلوا المستشفيات الثانيه. خسائر بتقدر فوق ال 25 مليون، حوالي فوق ال 230 محل، ده غير طبعا يعني المحل بيشمل طبعا التخزين بتاعه. عمليات الحمايه المدنيه والقوات المسلحه لسه مستمره في عمليه التبريد اللي هي مهمه جدا زي عمليه اطفاء النار والاشتعال. تعذر طبعا لانه في الاماكن ضيقه وشارع ضيق، الحواري ضيقه، فبالتالي بيتعذر دخول سيارات الاطفاء، فبالتالي بيتم عمل وصلات من الخراطيم. ده اخر الانباء بالنسبه لموضوع العتبه. نتمنى ان شاء الله يكون هناك يعني تمت السيطره عليه بشكل كبير جدا، ويكون هناك اخماد للحريق بشكل كثيف وينتهي ان شاء الله النهارده. بس عايز اقول كلمه بس لعمليه الناس اللي شغاله هناك، لان معظمهم في معلمين كبار، في تجار كبار بالطبع عندهم محل واثنين وثلاثه وعشره، وفي ناس بتشتغل باليوميه. فاحنا اتكلمنا طبعا مع رئيس الحي احمد عبد ربه اللي هو العميد احمد عبد ربه. الحي مباشره بدا دلوقتي في عمليه لجنه، واللجنه دي هتدرس عمليه التعويض بالنسبه لكل الناس دي، يعني يكون ازاي كيفيه التعويض. بعد ما يجي كلمه التعويض دي انا هقول بشكل بسرعه، يعني التعويض ده هيقول طب ما في تامين واحنا ناس ما بنفهمش يعني ايه تامين، لو كنا بنامن على حاجه كان التامين عوض وغيره. لكن خلينا نفكر في الحلول السريعه المنطقيه الاقرب لحالتنا. ممكن يكون مثلا قروض ميسره للناس، يعني دي مبادره ان يكون يعني قروض ميسره للناس دي اللي اتضررت بشكل كبير جدا. طبعا اعني من خلال المبادره ان يكون هناك قروض ميسره، يعني الفايده تكون اقل الى اخره، لانه يعني في الاول والاخر هيكون ضرر الناس دي هيبقى على المواطن، عليك انت وعليا انا، لان هيجي يغلي سعر الحاجه عشان يعوض الخسائر اللي حصلت له. وكلمه كمان للاقتصاديين من خلال المبادره دي، انه نفكر في ان دي بدايه لحل الاقتصاد الغير مباشر. ده كتير منه اقتصاد غير مباشر اللي هو تحت سلم مصنع صغير بيعمل بلاستيك، بيعمل جزم، بيعمل احذيه الى اخره، من ضمن الامور دي كلها. فبدعوا بس مبادره بسيطه ان يكون هناك حل من خلال الناس دي عشان يقوموا تاني، عشان من خلال قروض ميسره ليهم، عشان نتفادى ضرر بعد كده غلاء اسعار ومنتجات اساسيه، حاجات بيستغلها الناس من والناس بتروح تشتري الحاجات دي، فنلاقي اسعار غليت عشان كله هيعوض خسارته. طرف اخير هو نقطه بس، انه يعني نفكر كده ان يكون ده الاقتصاد الغير مباشر، نبتدي ده حل ليه، او تكون دي نواه ونظام بعد كده. ومفيش احسن من منطقه الرويعي والعتبه، اكبر مناطق لبيع الجمله الموجوده على يعني مستوى القاهرة الكبرى. طيب نخش تاني على موضوع القمح. ايه مشكلة القمح اللي احنا فيها دلوقتي؟ المجلس الوزراء عمل لجنة عشان تلقي الشكاوى وشغل القمح والتخزين والشؤون، والفلاحين بقالهم من شهر فبراير ويناير اللي فات بيشتكوا في ايه؟ الحكومة بتاخد بسعر والتجار بتاخد من التجار بسعر تاني. كان في مشكلة كده حوالين انه القمح يتاخد من صحاب الارض، يعني يكون صاحب الارض يشتري منه القمح ولا لا، والموضوع ده ركناه على جنب لانه اصبح الوزاره قالت لا ده غير صحيح. لكن المشكله في الشؤون والتخزين، الشؤون والتخزين ده في فلوس عشان ينقلوا ارداب القمح او ينقلوا الاطنان بتاع القمح، الفلوس دي مكلفه. وفي نفس الوقت في طوابير الناس ما بتاخد، الحكومه ما بتاخدش منها، في ناس كتير جدا. المستهدف حوالي 4 مليون طن. اللي حصل وتم استلامه لحد دلوقتي حوالي 1,375,000 طن اللي تم استلامه. في شغل في موضوع القمح، يعني احنا طبعا زياده سوق التخزين، خلط المحلي على المستورد الى اخره من النقاط دي. احنا بناكل قد ايه قمح؟ حوالي في السنه 10 مليون طن. طيب انا ضيفي اللي هيكلمنا ويوضح لنا الصوره دي، وطبعا هنحاول نتواصل مع اعضاء او لجنه طبعا الزراعه في البرلمان، وايضا المسؤولين اللي على الارض كمان. لكن معايا على الهواء دلوقتي طبعا الاستاذ اشرف كمال، الاستاذ بمركز البحوث الزراعيه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. شكرا جزيلا على حضور سعادتك. احنا مشكلتنا ايه في القمح؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم،
هي اربط برضو مشكله القمح الحقيقه بموضوع الحريق حتى اللي حصل النهارده. يعني مع الاسف الشديد لهذا الموضوع، هذه قضايا كما اشرت حضرتك، قضيه الاقتصاد غير الرسمي، الاقتصاد الخفي. هذا في غايه الاهميه. هذه مواضيع كان يجب ان تعالج منذ عقود، ونبدا الان العلاج. يعني نبدا علاج قضايا تحتاج الى عقود من الزمن خلال اشهر بسيطه، عمليه تطوير القطاع غير الرسمي في مصر، وعمليه تطوير الامن الصناعي في مصر بحيث يكون موضوع وقائي وليس مجرد علاج. نفس الموضوع في موضوع القمح، هذه سياسات اطفاء الحرائق لا تصلح، انما المهم هو الاستدامه والرؤيه المستقبليه. في واقع الامر موضوع القمح المشكله ظهرت هذا العام في ظهور وجود عمليات تكدس، بعض عمليات التكدس في بعض المناطق. احد فروع علم بحوث العمليات، احد الفروع الرصينه علم بحوث العمليات، هو ما يعرف بنظريه طوابير الانتظار. عندما يحدث تزايد للمعروض من ماده معينه يحدث بوتل نيك، يحدث بوتل نيك وضغط وتزاحم. المشكله الرئيسيه في مصر كما تفضلت حضرتك في بدايه التقرير الاول لك، هي قضيه شون وتخزين. ليس لدينا في مصر الفراغات التخزينيه الكافيه للقمح بوجه عام. لدينا تقريبا حوالي 294 شونة ترابية، لكن هناك خطة تطوير بالاشتراك بين وزارة التموين في حدود علمي ومع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مع شركة بلومبرج لتطوير الشونة الترابية من خلال مرحلة أولى بها 189 بها 105 شونه، ثم 100 في المرحله الثانيه 189 شونه. لكن في البدايه اللجنه من وزاره التموين ووزاره الزراعه حظرت الاستلام في الشون الترابيه، ثم تخفيفا للتكدس لضرره على التخزين، للضرر بالظبط، للاضرار وزياده نسبه الفاقد. ثم عندما ظهرت الازمه بدأ فتح الشون الترابية للتخزين. ثم في مرحلة أكثر خلال أيام، كل هذا خلال أيام، وزير الزراعة أصدر قرار بفتح جميع الجمعيات التعاونية الزراعية سواء لائتمان أو الإصلاح لاستقبال الأقماح. وأخيرا رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار تعليمات مباشرة من خلال غرفة عمليات في مركز معلومات مجلس الوزراء بفتح جميع الشؤون الترابيه امام المواطنين. يعني الازمه اصلا في الواقع هي تخزين، ازمه تخزين. انما طبعا قضيه القمح دي قضيه متعدده الجوانب، يعني ممكن اتحدث فيها معك. بس احنا موضوع، طيب احنا عندنا شكاوى تقدمت حوالي الغرفه، بتقول غرفه مجلس الوزراء 57 شكوى تم حل حوالي 33 منها وجري التعامل مع باقي الشكاوى. وبعدين كمان نقطة طالب كمان اللجنة دي انه او رئيس الوزراء لوزير المالية توفير حوالي 2 مليار حجم الاموال المفترض تستحق للفلاحين من خلال فتح، طبعا بعد فتح الشؤون الترابية زي ما انت سعادتك قلت. هنا بقى دور التجار والسماسرة ايه؟ يعني برضو حضرتك طرحت قضية هامة الحقيقة. تجار السلع الزراعية في مصر ليس دائما دورهم دور تنموي، بعضهم يقوم بدور تنموي ذلك طبقا للوظائف التسويقية التي يقومون بها. بعض التجار يقومون بدور جيد من خلال الوظائف التسويقية التي يقومون بها، لكن هناك تخوف كبير في حالة القمح. لدينا تخوف كبير، وهناك ضوابط شديدة وضعتها الدولة من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لمنع اختلاط الأقماح المحلية عالية الجودة
بالأقماح المستوردة الأقل جودة. القمح المصري متميز جدا وعالي الجودة كثير من المنتجات الزراعية لدينا. احنا كنا يعني في التاريخ زمان كان بيقولوا مصر دي هي نقول مطبخ الأكل، سلة القمح للعالم، سلة القمح بتاعت العالم. دي كانت بتقال كده علينا زمان حقيقة. هذا زمان حقيقة. هذا حقيقي. فيعني في الواقع ال التجار بالنسبه للتجار، التجار فعلا يعني وضعت ضوابط شديده هذا العام لمنع الاختلاط من خلال عمليه الفرز الجيده للقمح. يعني سعر القمح المحلي 420 أرداب، 420 جنيه للأرداب، 23.5 قيراط اعلى درجه، يليه الدرجة التي تليه 415 جنيه للأرداب، الدرجة التي تليه 410 جنيه للأرداب. هذا يوازي تقريبا 2800 جنيه للطن، وهذا سعر مميز به دعم للدولة للمزارع، والمزارع يستحق ذلك ويستحق أكثر من ذلك. المزارع المصري هو الوحيد الذي لم يقم بأي طلبات فئوية وغير خاضع لمظلة التأمين الصحي، ستبدأ إن شاء الله. يعني كما أقول لحضرتك، ما كان يجب أن يتم منذ عقود نبدأ فيه الآن. بينما سعر الطن المستورد من القمح المستورد حوالي 250 دولار تقريبا، 3580 جنيه أزيد. هنا أقل سعر المستورد أقل، وبالتالي هناك فرق لصالح القمح المحلي، وبالتالي النفوس الضعيفة تسهل عملية الخلط في هذه الحالة، والتسليم الأقماح المستوردة الأقل درجة في هذه الحالة من خلال عملية الخلط. وضعت ضوابط شديدة من الدولة في هذا الإطار، لكن ذلك لا يعني يعني التأخير في استلام المحصول أو غير ذلك. يجب العمل على استلام المحصول بسرعة، وهذا تم فعلا، بدليل ان وصلنا الى استلام حوالي 1.5 مليون طن حتى الان، يدل على ارتفاع. مستهدف قد ايه؟ مستهدف 4 ملايين طن. 4 مليون طن. 4 مليون. وده لحد امتى؟ يعني لحد يوليو، ولا المفترض الموسم ينتهي امتى؟ استلم انا 4 مليون طن لحد امتى؟ موسم التوريد حتى اول يوليو. اول يوليو. نعم. يعني حتى اول يوليو. انا ونقدر الفتره اللي متبقيه دي اللي حول ان شاء الله، لان شوف حضرتك ده خلال ايام قليله تم استرد يعني استلام 1.5 مليون طن. ده تبقى نظريه صفوف الانتظار يعني، فيمكن ذلك بكل سهوله. الاربعه مليون الف طن دول، وانا انا باخد في السنه كمصر 10 استرادي حوالي 10 مليون الف طن. يعني هو طبعا اجمالي المعروض من القمح في مصر هو في حدود 15 مليون طن، في حدود يعني. منهم حوالي 9 مليون طن من الانتاج المحلي، وحوالي 6 مليون طن من الواردات. انما منظومه الخبز مختلفه. منظومه الخبز نحن يعني يتاح لمنظومه الخبز في مصر حوالي 9 مليون طن، منها 4.6 مليون طن من الانتاج المحلي، وحوالي 4.4 مليون طن من الاستيراد. لكن الفرق ان هناك طبعا غير منظومه الخبز، هناك الخبز الفاخر والعجائن والحلويات والمكرونه وما الى ذلك. من هنا ياتي الفرق، يعني انت تقريبا حجم استهلاكنا حوالي 15 مليون طن. من المنتظر ان يصل استهلاكنا عام 2030 الى حوالي 20 عام 2020 الى حوالي 21 مليون طن. طيب فين بقى اللي كنا بنسمعه عن الشون بقالنا سنه ونص من وزاره التموين؟ بنسمع ان احنا هنعمل مخازن الشون الكبيره جدا هتكون في دمياط على ما اذكر، وانه دي هتكون مركز اقليمي عالمي للتخزين، مش بس لمصر، لا ده للشرق الاوسط وغيره والحاجات دي. اي نعم دي في خطوه، هيتقال لي الرد انها خطوه مقدمه من جانب الوزاره. على الارض في حاجه بتدل ان احنا فعلا ناويين نحسن موضوع الشون ده والتخزين؟ يعني هو هناك اراده سياسيه لذلك، هناك اراده سياسيه لتحقيق ذلك، وقد يعني اعلنت خطه من جانب وزير التموين منذ عده اشهر.
عن إنشاء يعني منطقة لوجستية كبيرة قيل أنها في دمياط، سواء للتخزين الحبوب، وستكون بها منطقة صناعية للصناعات المرتبطة بالحبوب، وفضلاً عن بورصة سلعية، أكبر بورصة سلعية مزمع إنشائها في الشرق الأوسط، اهتداءً ببورصة شيكاغو. ويعني هذا موجود في الرؤية المستقبلية، لكن في الواقع يعني لم نجد له صدى على الأرض حتى الآن، إنما هناك خطة موضوعة بذلك. أنا عايز بقى أتكلم من شكل الناس الطيبين دول ماشيين يعني في الصورة، الفلاحين بقى. في منهم هيقول أنا يعني مالي ومال الصداع ده طول ما أنا بواجه المشكلة دي. طيب طالما احنا بنتكلم يعني بلسان الفلاحين، خلينا نسمع بس بعض الناس أهالينا الفلاحين من الغربية يقولوا لنا مشاكلهم إيه، نسمع ونشوف. نعم، يعني تتواصل عملية توريد القمح وتسويقه في مختلف الشؤون والصوامع في محافظة الغربية. يعني أشير إلى أن محافظة الغربية بها 151,000 فدان قمح هذا العام، يعني المستهدف توريده 150,000 طن. حتى اليوم تم توريد حوالي 46,000 طن من مختلف الشؤون والصوامع في مختلف المراكز في محافظة الغربية. هناك 8 مراكز يعني اليوم، وحسب تصريح وكيل وزارة الزراعة في الغربية المهندس سعد العتال، أكد أن تم زيادة عدد الشؤون في المحافظة يعني للتغلب على مشكلة التجمع أمام الصوامع، تجمع المزارعين. هناك 25 شونة في مختلف المراكز، من بينها هذه الشونة التي الآن في قرية بيرما مركز طنطا. هذه الشونة يعني قرية بيرما من القرى الكبيرة التي يتم فيها زراعة القمح، وكان يضطر المزارعون في هذه القرية إلى الاتجاه أو التوجه إلى مدينة طنطا لتوريد القمح، لكن بعد يعني توفير شونة في هذه القرية حلت هذه المشكلة. ومعنا الآن عدد من المزارعين في هذه القرية للتحدث عن مشاكل توريد القمح، وهل حلت أم لا. يعني الأول يعني اسمح لي أتحدث بحضرتك. المشروع ده مشروع ناجح بتاع إيه الحيادات وقلبه على الفلاح، يفتح في كل جمعية عشان الراجل يروح بعربية كارو ولا بالجرار عشان ما يتعبش، وإلا هم مسافي هيصرف ثمن 3-4 ريال بغل يجب ما ينفعش. هو كنت بتعمله قبل ما يبقى فيه شونة هنا الأول، لكن عادي كله يخش. ده هنا الشونة ديت أول مرة تشتغل النهاردة أو امبارح مش كده؟ لا ده لا عم ده كان عم نوي السنة دي. لا ما سمعتناش، احنا جايين من بعيد من بعيد عشان ان انا اجي غلة 3-4 دب غلة اجيبهم في جرار هياخدوا ثمن الغلة، الجرار هياخد ثمن الغلة، وان باتك وانا مش مكفى ادفع من جيبي. فالمفروض كل جمعية زراعية الوزير يعمل قرار بكده، كل جمعية تتكلف بان تاخد من ايه؟ من المساحة بتاعتها من الفلاحين. ويبقى الموضوع فن، اما موضوع الحجازات حل ومش بطال، انما يعمل الجمعية تقول بالك عم الحاج. انما الجمعيات في كل بلد. طب ايه رايك حضرتك في يعني في سعر الارداب السنه دي كويس ولا الثمن؟ الثمن ده مش مشكله، ما انا بصرف قد ما يا عم الحاج ده ما يكفيش. لا ده 24 لا 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 مش بطل لو نعمل، مش بطل لو حط في الجمعيه كل المكان يوفر في كل المكان هو حل والثمن حل 100 100، انما يروح المكان يبقى هو يطلع من غيرته ويجي الجمعيه يبقى مش يغرم حاجه يبقى ياخد حقه. ده اخر كلام عندي. شكرا جزيلا. انا اتعرف بحضرتك عبد الهادي سميح نصيه. حضرتك مزارع مش كده؟ يعني بالنسبه لرايك انت النهارده بعد ما تم، هل المشكله اتحلت من وجهه نظرك ولا يعني المشكله المفروض ان كانت كل شونه تفتح في بلدها تفتح من بدري شويه، لان دلوقتي الناس اللي يعني يعتبر ربع القمح هو اللي دخل الشوه. في دلوقتي شون ما فتحتش لسه، ما فتحتش لحد دلوقتي، واحنا دلوقتي دايخين عشان نسلم القمح بتاعنا.
فانا بناشد يعني سياده الوزير ان هو يوفر لنا ان احنا ندخل القمح بتاعنا، ما احناش عايزين اكتر من كده. لان يعني طبعا يوفر ازاي يعني؟ هل يوفر يوفر الشون، يوفر الجمعيات، ان احنا نخلص نسلم القمح بتاعنا مظبوط. احنا دلوقتي بنعاني القمح دلوقتي، لو واحد قال لي اخده منك ب 380 جنيه 390 جنيه وانا على ارضي بالنسبه للتاجر يعني. هبيعه لان انا مش عارف اسواه، انا مش عارف اسوي القمح بتاعي. فده طبعا غلط، وقرار يعتبر انا من وجهه نظري غلط. انت كنت زارع قد ايه السنه دي قمح؟ لا كنت زارع 10 فدادين قمح. مش عارف الصنف ايه؟ الصنف هي جميزه 9. بالنسبه للزراعه نفسها كانت في مشاكل؟ لا زراعه، لا زراعه كويسه. احنا عايزين ايه؟ يبقى في تساهل في استلام القمح. شكرا جزيلا. شكرا. اتعرف بحضرتك؟ يا باشا محمد احمد. شكرا لزميلنا طبعا وكل الساده الناس الكريمين الشرفاء طبعا اللي يعني نصحوا وادوا ارائهم عشان نوصلها للساده المسؤولين في الدوله. تخيلوا احنا لما كنا بنقعد نقول احنا سله غذاء العالم واحنا القمح عندنا وغيره زي القطنه كده، تبقى المشكله عندنا في تخزينه او في استلامه من الدوله. يعني مش المشكله ان احنا مش قادرين نزرع ولا عندنا مساحه خضراء، ده في دول ما بقاش عندها فين؟ اسرائيل يعني بيعملوا كل البدع عشان تبقى ارضهم صالحه ويعملوا حاجات تانية وغيره وغيره وغيره. احنا عندنا الازمه جايه على الاخر، نقول كده على اخر حاجه اللي هي خد البضاعه، استلم البضاعه مني بس. فشو مؤسف ان تكون الازمه هي دي بس، هي دي الازمه بس، مش الناس مكسله، مش الناس بتروح تزرع حاجه تانية عشان تاخد فلوس اكتر، لا. الازمه عندنا حاجه ثالثه خالص. مصر دايما بلد العجائب. حضرتك وضعت لا الحقيقه حضرتك وضعت ايدك على الجزء المهم في الموضوع اللي هو يعني مشكلات الزراعه المصريه مهما عظمت فهي لا ترقى باي شكل الى مشكلات التسويق المحلي للمنتج الزراعي المصري. تلك مشاكل مزمنه وحاده في نفس الوقت، مثل المرض المزمن والمرض الحاد. يعني في الواقع برضو نحن نحتاج إلى عملية تغيير في الفكر، الانتقال من مرحلة التثبيت الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي وثم رفعت الدولة يدها عن المحاصيل بشكل كبير. الآن تعود الدولة، الآن تعود، والرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى أننا نعتبر في حدود شبه دولة وليس دولة كاملة المؤسسات. في بعض الناس اختصرت مشكلة الزراعة في مصر، ممكن يكون القمح احد، لان احنا في موسم القمح ودلوقتي اختصرت في ان في مشاكل بين الفلاحين وبنك الزراعي وبنك التمويل الزراعي والتامين الزراعي. اختصرت المشاكل دي وقالوا دي مشكله بتنفر للمزارعين وغيره وغيره وغيره. اتضح المشكله حاجه ثانيه خالص. هذا غير حقيقي فعلا. المشكله غير كده خالص. هذا غير حقيقي، المزارعين غير منفرين على الاطلاق، والمزارع المصري يعني اراده تغيير واراده انتاج، والمنتج الحقيقي الاول في البلد هو المزارع المصري. أما مشكلة التسويق فهي مشكلة الحقيقة يعني لا أستطيع إلا أن أشير إلى أنها تتعلق بدور الدولة. غياب دور الدولة لعدة عقود، يعني هذه صوامع وشوان كان من المفروض أنها أنشئت منذ عقود. غياب دور الدولة في مراحل معينة يؤدي إلى تدخلها في مراحل تالية، ولكن يكون وضعها في هذه الحالة أقل فعالية لأنك غبت عن الساحة لفترة طويلة. هذه مشاكل متراكمة سيدي، فترات طويلة من الزمن وبدأ حلها الآن. أنت الآن تحل حلول المدى القصير العاجل لمشكلات هي أصلا على أمد زمني طويل جدا. طيب أنت دلوقتي بتدي تحل دلوقتي مش عايز أقيم بس شغل الحكومة، ممثلة في وزارة التموين ورئاس مجلس الوزراء، لجنة هنعملها في الشكاوى من الناس، هنحل الشكاوى ونصرف فلوس الناس وناخد البضاعة والشؤون الترابية اللي هي سيئة في التخزين نفتحها، المجمعات الاستهلاكية نفتحها عشان خاطر ناخد بس من المزارعين نسد الشكوى، يعني نسد الصداع. لكن طب نتيجة ده ايه؟ انا بخزنهم بشكل وحش، ده انا ببوظ محصول كامل او جزء كبير جدا بيهدر في التخزين اللي هو ده بفلوس، دي كلها فلوس على الارض، كل ده فلوس بتترمي على الارض. طب انا ليه ما استعدتش؟ فين فين الشون بتاع دمياط؟ فين شون دمياط؟ يعني اعتقد ان هذا عمل كان بقاله سنه ونص. يعني في الواقع سنه ونص المشروع ده طرح بالفعل من مده، انما يعني اعتقد
قد تكون أمور في التعاقد مع الجهات المختلفة، يعني قد تكون أمور لوجستية. أنا فاكر موضوع الشؤون ده طرح في مؤتمر اقتصادي بتاع شرم الشيخ. أيوه. على ما أذكر أنه طرح إنشاء الشؤون التخزين ده. أيوه. هو أيوه. أهم حاجة طرح في معرفش مصيره وذهب فين في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي اللي كان من سنة ونص، وطرح إنشاء عملية دي وهي عملية مربحة. ما فيش كلام الفراغات التخزينية عملية مربحة، وفي دراسات جدوى للمواضيع دي عندما يعني أنشئ، ويعني أعلن المشروع من جانب وزير التموين، ومنطقة لوجستية كاملة، والدراسات جاهزة في هذا الإطار طبقا لتصريحات التموين. يعني إن شاء الله ستكون هناك رؤية مستقبلية لذلك. طيب عايز أكلمك على القرار بتاع الحيازة بتاعة الأرض. القرار ده اللي صدر واتلغى في 24 ساعة، اللي احنا بنراه على الشاشة ده على فكرة، اللي التموين ألغت شرط التسليم بالحيازة الزراعية. على فكرة القرار ده صدر واتلغى في 24 ساعة. ليه؟ يعني انه صاحب الارض هو ايه اللي يدي يبيع القمح، بس هو يكون بيزرعها. فاغلب الناس بيأجروا، بيأجر ارض عشان يزرعها ويدفع منها الايجار، محصول يدفع منه الايجار ويبيعه ويسترزق. فالقرار اتلغى في 24 ساعة. مين اللي طلع القرار ده ايا كان بقى الاسم، واتلغى ليه بعدها في 24 ساعة، وفي نفس الوقت بيدل على ايه؟ عمل المزارعين ايه؟ هو يعني القرار في الواقع ده بالاشتراك بين الزراعة والتموين. اشتراك بين الزراعة والتموين، واعتقد ان كان الغرض الحقيقي منه، الهدف الحقيقي منه هو، وده المفروض ان يكون التوريد للمزارع فعلا، وحتى لا يدخل التجار في العملية منعا للخلط. لكن في واقع الأمر أن يعني نسبة كبيرة من المنتجين الزراعيين في مصر هم إما من المستأجرين لمساحات من الأرض، أو من الأجراء الذين لا يملكون أصلا مساحات من الأرض ثم يقوموا باستئجار حيازات قزمية صغيرة. وبالتالي تم تعديل ذلك، ويعني عمل كشوف للحصر سواء للمستأجرين أو للملاك، ويتم مطابقة الأسماء على كشوف. طيب. الحصر في خبر بس عايز أتكلم الموضوع اللي هو الكشوف. في ناس عملوا لجنة للناس اللي أسماءها ما كانتش في الكشوف ده، بس خلينا نتكلم فيها أستاذ أشرف. نروح بس نسمع العاملين في مطاحن القمح في أسوان، والحقيقة زمايلنا في المحافظات عاملين شغل هايل، شفنا من شوق الغربية، ودلوقتي هنروح لأسوان نشوف بالفعل. يعني بنحاول ننقل كل الصورة في أغلب المناطق خاصة المحافظات الجنوب والصعيد دي، يعني مشكلة كتيرة جدا في موضوع الموسم السنة دي في القمح. نسمع. الأول كنا بنستقبل القمح، كان في قرار في ضوابط الاستقبال طالع من وزير الزراعة ووزير التموين ان لازم الحيازة مع الحصر الزراعي ونستقبل منهم. ابتدت تحصل تكدس وابتدت شكاوي، وابتدينا نرفع الامر ده للوزارة، فوزير الزراعة راح لغى الحيازة وقال ان احنا نستمر في الاستمرار بالحصر الزراعي بالنسبة لمساحات الاراضي المجمعة. احنا الساعة التخزينية عندنا بتاعت الصوامع اللي عندنا حوالي 6000 طن بالنسبة لمطحن ناصر في اسوان. استقبلنا منهم لحد دلوقتي 5930 طن، يعني جربنا نكفل الخلايا بتاعت المطحن ونستكفي بكل الكميات عندنا. الزياده بتروح لادفو، الصوامع المركزيه في ادفو دي ساعتها الاستيعابيه بتاعتها 30000 طن، يا دوبك وصلنا عندها حوالي 12000 طن، يعني لسه في مجال تاني باقي حوالي 17000 طن او 18 لسه مستعملناها. احنا بالنسبه لنا دورنا رقابي فني. الاقماح المستورده المحليه بتيجي، اول حاجه العربيه تيجي تتوزن وتدخل هنا على مكان الصوامع التفريغ، فبنحدد درجة النظافة بتاعتها، لازم تكون خالية من الأتربة والحشرات وخالية من الزلط والرمل والحاجات اللي زي دي، وما يكونش القمح المحلي مخلوط بالقمح المستورد. دي حاجة مهمة جدا جدا. ليه؟ لأن القمح المحلي بتدعمه الدولة بحوالي 1000 جنيه لكل طن، تمام؟ فالقمح المستورد بيبقى أرخص من القمح المحلي، فعشان كده احنا بنسلم الاقماح المحليه لابد ان تكون مصريه 100%. طيب دي اللي عاملين في اسوان في وهم بينقوا الحاجه، في كل الاحوال دي صحه المصريين. بس عمليه الكشوف عايز اتكلم عليها. نقطه الكشوف دلوقتي، في الوزاره كانت عامله كشوف للناس اللي عندها هيبقى محصولها تستلمه،
وبعدين جه ناس جديده ما كانتش موجوده في الكشوف دي، فعملوا لجنه نعمل اسميكو في الكشوف تانية جديده ونستلم منكم برضو القمح. يعني هل الوزاره او الدوله كانت فوجئت في ناس بتزرع قمح ومش عارفاها؟ هو الحقيقه، بس قبل ما ارد على النقطه بتاعت حضرتك هرد عليها، بس عايز اعلق على ما لوحظ في الغربيه واسوان. طيب بالمره بقى انت عايز تقول بقى الغربيه، بالنسبه للغربيه تم استلام 46 ألف طن والمستهدف 150 ألف طن. يعني ده نسبة 33%. طب ما انت عايز تقول الغربية، انا عايز اقول بقى بني سويف والمنيا واسيوط كل محافظات الصعيد، يعني بنحاول يعني معظم محافظات الصعيد. مع حضرتك. بالنسبة لأسوان المطحن الأولاني 6000 طن وتم استلام 5930، ده في حدود 100% استلام. انما بالنسبة لمركز ايدفو 30,000 طن بنسبة تبلغ حوالي دي 40% من المستهدف. فيعني الاستلامات جيدة الحقيقة، الاستلامات جيدة، إنما ده لا يعني طبعا عدم حل أي مشكلات للتوريد للمزارعين. من ناحية الكشوف الحقيقة يعني دي تجربة، الحقيقة تجربة تحت التطبيق السنة دي، النظام الجديد بين وزارة التموين ووزارة الزراعة. فتجربة يعني في هناك في مرونة في التنفيذ، يمكن التعديل المسار طبقا لمرونة في التنفيذ. يعني فلقيت ان موضوع الحيازات يعني ادى لتكدسات وزيادة طوابير الى اخره. الكشوف الحيازات يعني كشوف سواء حائزين او مستأجرين تغطي هذا الجانب يعني. طيب النقطة الخاصة بالكشوف، يعني الكشوف كده كده انا كده بعالج مشكله ولا انا كده يعني تعالج المشكله؟ تعالج المشكله. طيب الوقت جري وبصراحه ملف القمح ده عايز كتير، عايز كتير قوي كتير جدا كتير كتير. بس ايه اللي ممكن نقوله للمواطن بقى، الناس المواطنين البسطاء كده، الناس العاديين يفهموا ايه من الدوله؟ الدوله مرتبكه في موضوع القمح ولا حلتها ولا ما حلتهاش ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هو في الواقع سنجد كلمة مرتبكة اللي حضرتك قلتها دي، هنجد ارتباكات وبعض الخلط في الأوراق في أمور كثيرة. زي ما قلت لحضرتك غياب دور الدولة لفترات طويلة في قضايا مختلفة ومتشابكة، غياب دور الدولة لفترات طويلة يؤدي لتدخلها في فترات لاحقة مثل الآن. الآن نعمل على جميع الجبهات، صحيح، لكن الفاعلية تكون أقل لأن الدور غاب لفترة طويلة. صحيح. فأقول للمواطن صبرا قليلا، يعني إن المستقبل إن شاء الله آتي بخير إن شاء الله. أستاذ أشرف كمال، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا يا فندم. وتكون ده يعني حل الأزمة. لفينا معاكم النهاردة في أحداث النهاردة طبعا موضوع العتبة، مجلس الوزراء، البرلمان، مؤتمر أطفال بلا عنف، لفينا في كل الأمور. واسمحوا لي بس في النهاية أكرر بس مبادرة قلتها، إنه الناس بتاعة العتبة دي لازم نفكر في التعويض دلوقتي. رئيس الحي قال هيعوض. أنا بقول مبادرة بس إنه البنوك ممكن تديهم قروض ميسرة، قروض ميسرة، على أساس إنه لما يرجعوا تاني يشتغلوا البضائع دي ما تبقاش غالية علينا، ونقول الأسعار زادت كمان، تبقى فرصة ان الناس يعني تفكر في او الحكومة الدولة في الاقتصاد الغير مباشر اللي هو تحت بير السلم، مصنع واحذية وغيره، يفكروا ان يكون نواة للحل. تحياتي ايمن ابراهيم، شكرا جزيلا لكم، اسيبكم مع لقاء مع طبعا محافظ دمياط بعدها القومي، طبعا الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، ومع زميلي همام مجاهد. تحتفل محافظة دمياط بالعيد القومي للمحافظة. في مثل هذه الأعياد دائما ما تقوم المحافظات والمحافظين يقومون أيضا بافتتاح العديد من المشروعات وبتدشين العديد من المشروعات. للحديث عن هذه المشروعات المزمع افتتاحية في العيد القومي لمحافظة دمياط، يسعدنا أن يكون معنا محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه. سعادة المحافظ، نرحب بحضرتك على تلفزيون النهار، وخلينا نبدأ الحديث مع ما تقوم بتدشينه النهاردة من عدد من محال الأثاث أو معارض الأثاث التي سوف تذهب إلى الصعيد لافتتاح أسواق أو فتح أسواق جديدة لمحافظة دمياط. كلمنا على اللي بيحصل النهاردة والتدشين.
هو الحقيقة طبعا يعني في الفترة اللي فاتت كان في شكوى من صناع الأساس وبالتحديد من صغار صناع الأساس بأن في نوع من أنواع الركود إلى حد كبير في السوق الأساس. ده الحقيقة ظاهرة بتحصل كل فترة في دمياط كل سنة، تحصل في ديسمبر ويناير وفبراير، وده وضع طبيعي نتيجة النوات اللي بتتعرض ليها دمياط. لكن الحقيقة كنوع من مساهمة الدولة ومشاركتها تم عمل أكثر من لقاء بتكليف من معالي رئيس الوزراء بين معالي وزير التجارة والصناعة المهندس طارق أبيل والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية وأنا والسادة نواب مجلس النواب من محافظة دمياط ومجموعة من ممثلي صغار الصناع في محافظة دمياط. والحقيقة تم الاتفاق على إن احنا نفتح مجموعة من المعارض في كل محافظات مصر. ابتدينا الحقيقة الاتفاق دوت بست معارض في محافظات الصعيد. النهاردة زي ما حضرتك شايف يمكن بنحمل مجموعة من التريلات متوجهة لمحافظة سوهاج ومحافظة المنيا. هيتم افتتاح المعرض من يوم 5/5 يوم الخميس إن شاء الله لغاية يوم 30/5. دي بداية الحقيقة بنروج للأساس. حضرتك عارف أي مشكلة يعني تسويقية محتاجة ترويج، ده نوع من أنواع الترويج إن الأساس الدمياطي وكلمة صنع في دمياط تبقى موجودة في كافة محافظات مصر. ابتدينا بمحافظتين على التوازي، بعد نهاية المحافظتين دول هيبقى في أربع محافظات تانية في الصعيد، ثم بعد كده هنتنقل في كافة محافظات مصر. الحقيقة بعد كده إن شاء الله عندنا في شهر 8 معرض موجود في أرض المعارض للأساس الدمياطي، وكمان في شهر 10 معرض للأساس الدمياطي في أرض المعارض. خليني بس أقول إن دي لأول مرة مبادرة من الدولة، كل التكلفة بتتحملها الدولة بالكامل، تكلفة إقامة المخيمات اللي هتعمل فيها المعارض أو تجهيز الأماكن اللي هتعمل فيها المعارض بالاتفاق مع السادة المحافظين سواء كان محافظ سوهاج أو محافظ المنيا وبقية المحافظات، كمان بتكلفة لإقامة المعارض نفسها من وزارة الصناعة بدعم من وزارة الصناعة ومن هيئة المعارض بالتحديد، كمان تكلفة النقل والترويج لأن احنا هنعمل كمان تسويق للمعرض دوت داخل محافظة المنيا وداخل محافظة سوهاج، ده كمان على حساب الغرفة التجارية في محافظة دمياط بتكليف من وزير الصناعة. فالحقيقة يعني في اتفاق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصناعة ومحافظة دمياط والصناع والنواب. الحقيقة أول مرة كل جهات الدولة بتتكاتف بهذا الشكل عشان تعمل نوع من أنواع التسويق لأحد المنتجات. ده جزء من الموضوع، لكن الحقيقة طبعا احنا عندنا أكتر من كده بكتير. عندنا بننشئ مدينة دمياط للأساس، أكيد حضراتكم سمعتوا عنها. الحقيقة سيادة الرئيس كلف القوات المسلحة بالتحديد الهيئة الهندسية في البدء فورا في أعمال الإنشاء، هم ابتدوا فعلا من الأسبوع اللي فات. بيتم دلوقتي مجموعة من الاستعدادات للبدء في إنشاء أول مصنع داخل أرض مدينة دمياط للأساس، وقريبا بإذن الله هنشوف المصنع دوت وهاخد برضو كل الصناع اللي موجودين في دمياط عشان يشوفوا نموذج الحقيقة يبتدوا يحجزوا عليه ويبتدوا يشوفوا إن المدينة هتبقى مش مجرد مدينة لصناعة الأساس لكن صناعة وترويج للأساس وتعميق صناعة الأساس وإضافة صناعات مكملة لصناعة الأساس.